بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا في الحلقة الماضية المقدمة من كتاب وطن الراشدين. النهاردة هنبدأ من الباب الأول في الكتاب. يمكن الباب الأول تغير بصورة كبيرة جدا، يعني يعتبر تغير كامل عن النسخ السابقة. خلاص النقاشات مختلفة والوضع مختلف، الجوهر بتاعها هو كثير من الحاجات اللي كانت موجودة في النسخ السابقة هتجدها موجودة هنا. في حاجات كانت في الباب الثالث أصبحت في الباب الأول، في حاجات كان مش عارف يعني كده. المسألة التنظيم في الكتاب المرة دي وطن الراشدين، قلنا هو النسخة الجديدة هي النسخة اللي كانت أقرب للواحد كان عايزه في الأول، وهو كتاب في الفكر السياسي الإسلامي. فأعدت تغيير، يعني أنا أديت لنفسي حرية كاملة إن أنا أعيد تشكيل الكتاب بصورة كبيرة خالص، يعني مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن والغضب اللي ممكن عند البعض ان يشوف حاجه زي كده حصلت، يعني التغييرات دي كلها. طيب، فانا ببدا بتمهيد الباب الاول وطن الراشدين. ايه هو وطن الراشدين؟ فالفصل الاول الوطن، الفصل الثاني الدوله. الوطن لما نيجي نتكلم عن تمهيد عنه، هو بيناقش الفصل الابتدائي ده ركني السياده الاسلاميه. السياده الاسلاميه السياسيه زي ما كانت في العصر الخلافه الراشده، السياده عامله ازاي؟ أوليات الدولة، الأرض، هو السياسة عبارة عن إيه؟ أو المجتمع أو الوجود الإنساني عبارة عن إيه؟ إنسان عايش على أرض، تمام؟ لكن الإنسان الفرد لا يصلح إن هو يبني طبعا علاقات أو يبني مجتمع، أو المجتمع هو لا بد من السياسة، فلا بد من الإنسان أن يكون موجود في مجتمع. الإنسان هنا هي تعبير عن المجتمع، مجتمع إنساني يعيش فوق أرض. دي أبسط حاجة ممكن تشوفها للتعريفات بتاعت الوجود الإنساني والوجود السياسي. وكل مجتمع إنساني العلاقات اللي بتحصل فيه هي بتسمى بهذا المنطق، منطق إنها سياسة، علاقات سياسية. ده مين يبقى بيسمع كلام مين؟ مين بيتبادل منفعة مع مين؟ بيتعاون، بلاش يسمع كلام من الاشتراكيين والشيوعية مثلا. كثيرا ما اتكلمت على ان لا، مش الاصل في المجتمع الانساني ان يبقى فيه هرمية، والفوضويين والاناركيين كلهم كان الفكرة بتاعتهم النظرية الفلسفية ان مش لابد، يعني مش حاجة واجبة في الوجود الانساني ان يبقى فيه واحد ريس وفيه هرم مجتمعي، لا، ان يبقى المساواة بين الجميع هو الاصل. فدي كانت الافكار اللي بتدور حوالين ايه، بتلتقي كل هذه الافكار سواء هرميه او غير هرميه، بتلتقي ان لابد من وجود انساني يتكون من مجتمع من البشر موجودين فوق ارض عشان نبدا نتكلم على وجود سياسي. فالارض والانسان وعلاقه الارض بالانسان وعلاقه الانسان بالانسان، والارض دي المحدده دي بغيرها من الاراضي والبلدان، وبالتالي وعلى بأوليات الدولة أي الأرض والإنسان وعلاقتهما ببعضهما البعض وعلاقتهما بغيرهما من عناصر الوجود الاجتماعي والسياسي. الوجود الاجتماعي السياسي بقى ده السفير الكبيرة، الدائرة أو الكبيرة اللي بتجمع كل عناصر الوجود السياسي، ودي كبيرة بقى، يعني دي عناصرها كتيرة ومختلف فيها وبتعب، يعني المهم انها كل حاجة متعلقة بالوجود السياسي او وجود سياسة بتدور حوالين الاوليين دول، الارض والانسان. طيب، الفرقان بين موطن، اول حاجة من العناوين الفرعية في فصل الوطن، ايه هو؟ بنعرف مين هو المواطن بتاع دار الاسلام، مين هو المواطن المسلم. طيب، اول حاجة لما نيجي نشوف الهوية المركزية، ايه اول حاجة الدولة القومية مثلا، ايه هي الهوية المركزية للمواطنة فيها؟ انت امتى تبقى مواطن؟ ايه تعريفك كمواطن؟ طيب، ابرز او اشهر الحاجات ان يكون تعريف على اساس عرقي. المواطن مثلا السعودي مثلا، ودي واحدة من الدول المشهيرة جدا في مسألة البناء القومية على أساس عرقي، اللي هو يكون أصوله سعودية وكذا وكذا، المواطنة فيها مش مفتوحة، قائمة على أساس عرقي أو سلالي صريح. يعني طب إيه الفرق بين العرق والسلالي؟ العرق هو ممكن يكون العرق العربي،
وعشان كده السعودية يعني العرق العربي، أفهمكم العرق العربي، حتى ممكن يكون واحد عربي لكنه لا ينتمي لسلالة معينة، لكنه مجرد انتمائه ولا ينتمي لسلالة معينة، لكن مجرد انتمائه لهذا العرق اللي اسمه العرق العربي مثلا، ده يكفي جدا هو يبقى ياخذ الجنسية، أو ده تكون التعريف الحقيقي للهوية المركزية. تمام؟ طيب ايه الفرق بينها وبين السلالي؟ السلالي ده مثلا زي الهاشميين، ده مش مجرد ان هو من عرق عربي، لا لابد ان هو يكون من سلالة معينة عشان يحصل على الهوية والمواطنة. فده يعني نادرا ما تجد، ان لم يعني تقريبا ما فيش حاجة في العالم اللي هي دولة قائمة على سلالة، عرق على سلالة، حاجة سلالية فقط، ما فيش الكلام ده، صعب جدا يعني عمليا تفكر فيها ان هو لابد ان سلالتين ثلاثه هم اللي الدوله كلها مش هتدي مواطنه غير للسلاله او الاثنين او الثلاثه، ده صعب ما تلاقوهوش يعني في الدول. يعني انا لا يحضرني نموذج لحاجه شبه كده يعني، وان كان الدول الكبيره والدول المتخلفه والصغيره كتير فممكن تقوم على حاجه زي كده، وخاصه يعني بدون في امثله كتيره لدول صغيره ممكن تكون عباره عن 4 5 سلالات او 10 سلالات حتى في داخل هذه الدوله، في ساعتها نكون متكلمين على حاجه سلاليه. اما العرقي فلا، ما بيتكلمش على سلالات معينه، في ناس عرب موجودين في الجزيره العربيه ومش ولا ينتمي لسلاله معينه، ان لازم تكون السلاله دي هي الاصل وهي دي مركز المواطنه. دي ده بقى اللي قايمه عليه السعوديه، السعوديه قايمه على مساله عرقيه وليست مساله سلاليه. الحكم قايم على حاجه سلاليه، ان لا بد ان سلاله معينه يكون فيها الحكم، انما الدوله قائمه على اساس عرقي، ان في عرق عربي ودوت اللي بياخد الجنسيه والمواطنه. طيب ما انا اعرف مش عارف مين خد الجنسيه وبتاع، لا الحالات الشاذة لا تخلو دولة من حالات شاذة، إنما إحنا بنتكلم على الأساس حالات شاذة في إعطاء مواطنة لمجموعة لأفراد لحاجات زي كده، إنما لما تكون الدولة هو ده الأساس، إن الدولة قائمة على إن في عرق هو اللي بياخد الجنسية، هو اللي بياخد المميزات وهو بياخد كل حاجة، لابد إن يكون العرق دوت هو اللي ياخد المميزات دي كلها، والمميزات دي منقطعة بصورة واضحة عن أي حد خارج هذا العرق، فده بالنسبة له أجنبي. الدول القومية مش السعودية لوحدها برضو، عشان ما نفهم الموضوع ده، الدول القومية عامة قامت على الفكرة دي، والفكرة دي أصلها إن في القرن ال19 خاصة كان بروز أول فكرة قومية، وكان ليه جذور قبليها طبعا، لكن الفكرة القومية كانت قايمة على إيه؟ إن الدول اللي فيها أعراق كتيرة، الدول دي بتكون معرضة لصراعات داخلية، فأنا عشان أحافظ على إن ما يبقاش فيه صراعات داخلية كبيرة لازم يكون في توحيد للعرق، إن العرق يكون مبني. طبعا في نظريتين للعرق، يمكن مش باينة هنا قد ما هي باينة في النسخ اللي قبل كده في وطن الراشدين، في نظريتين في العرق، الألمانية والفرنسية، هي دي اللي طلع في القرن 19 وبين، إن العرق ده الناس اللي عايشين وجذورهم وعلاقاتهم بقالهم قرون، وقايمه على اللغه وقايمه على حاجات كده، في نظريه قايمه على اللغه ونظريه قايمه على النسب او الارض، يعني في افكار كتيره في مساله العرق دي. هو احنا نحدد العرق مين هو، الهويه بتاعت العرق ده على اساس ايه؟ ايه هي الهويه القوميه؟ هل على اساس اللغه المشتركه، ان الناس دول مثلا كلهم بيتحدثوا الالمانيه، ان دول كلهم بيتحدثوا العربية، فهل تقوم على القومية على فكرة عربية على اساس اللغة، ولا على اساس ان ده عرق مميز فندور على ان الشعب اللي عايش في المنطقة دي كله شعب عربي. طيب بالنسبة للسعودية مثلا يا جماعة، المثال، هل كل الشعب، هل هي قايمة على اللغة ولا قايمة على الشعب اللي عايش في المنطقة دي؟ بالنسبة لمصر مثلا، هل هو قايم على الفكرة دي، على فكرة ان الشعب اللي عايش في مصر، ولا على اساس اللغة؟ لا هتلاقي على في يمكن في سوريا اوضح بقى، ودي يمكن في مصر، سيبك من مصر والسعودية لان امثلة تعتبر جيدة مقارنة بقى بالحالة، حالة المهرجان اللي انا هقوله لك دي، سوريا والعراق، نموذج سوريا والعراق، انت ايه مشكلة الاكراد ليه كانت حادة جدا في الدول دي تحديدا؟ مشكلة الأكراد والتركمان وغيرهم،
لان انت التعريفات الشهيره في العرق يا لغه يا شعب عايش في المكان ده. طيب ناس زي الاكراد، هل هو شعب عايش في المكان ده ومتجانس مع الشام؟ لا، الاكراد ما بيعتبروش نفسهم شعب متجانس، والقوميه اللي قامت في سوريا كانت قايمه على اللغه الشعب العربي، فكان تحديد اللغه العربيه، تمام؟ فاصبحت في مشكله جامده، احنا ما بنتكلمش العربيه ومش عايزين نتكلمها، يعني هو مش واجب عليا ان انا اتكلم العربي واخلي الشعب كله يتكلم اللغه العربيه، تمام؟ فاصبح عندي مشكله جامده ان القوميه بقت مش عارفه اتعرف الناس دول من ايه. ده غير بقى ان مثلا ناس زي التركمان، ناس زي الـ الارمن، في ناس كتيره موجودين في داخل سوريا، الناس دول لا ينطبق عليهم تعريف ان هم كانوا جزء من الكيان العرقي اللي موجود في سوريا، لو اعتبرنا سوريا متجانسه، وسوريا في كل الاحوال طوال تاريخها غير متجانسه، متجانسه العرق، لكن لو اعتبرنا نيجي نعرف ناس زي دي نعرفها ازاي؟ لان لا احنا عارفين نعمل لهم تعريف لغوي ان دول من عرق لغوي اسمه قايم على اللغه فالعربيه، الهويه قايمه على اللغه العربيه، ولا انا قادر اعمل لهم تعبير ان ده شعب عايش في المنطقه دي بقاله 1000 سنه، ما فيش الكلام ده، مش عارف اعمل لهم تعريف. فبدات تظهر الازمات الكرديه كلها لما تركيا وسوريا والعراق قامت فيهم الافكار القوميه، الاكراد كان طبيعي ان هو طيب تمام، ما ده احنا ما بقيناش بنعرف نفسينا، انتوا ما بقيتوش بتعرفوا نفسيكم ان احنا مسلمين وكلنا مسلمين، اصبحت التعريفات قائمه على قوميات يا اما لغويه يا اما قوميات قايمه على ان في عرق معين، وهذا العرق التركي المتجانس مثلا موجود في تركيا ده متجانس، فاي حد بالراحه يبقى غريب. احنا كاكراد عايزين نلعب اللعبه دي، احنا كمان ليه لما جينا نلعب اللعبه دي بقى احنا كاكراد ما لقيناش حد واقف معانا؟ هي دي بقى جوهر الازمه الكرديه، جوهر الازمه الكرديه يا جماعه كلها هو الفكر القومي اللي قام على عرق او لون او سلاله، او ان الناس اللي عايشين على الارض ديت وطوال قرون طويله وزمن طويل، الحاجات دي كلها الاكراد ما مش ماشيين فيها، يعني ما يركبوش فيها في اي واحده من دي. ممكن فكره اللي عايشين على الارض، لكن حتى دي مش هي دي اللي خدها بقى قوميين المشارقه، ما خدوش فكره ان مجرد ان انت عايش على الارض، وقد يكون لها اسباب كتيره، مساله ان انت مجرد وجودك عايش على الارض دي اصبحت هي دي القوميه، لا ما كانش هو ده الاساس القومي اللي جاء في المشرق، وهو كان ضعيف حتى في الدول الغربيه هذا الاساس. الكلام ده في امريكا مثلا هتلاقي لا، في امريكا ما كانش او بلاش ما كانش النزاع كان قائم هل الدوله دوله بيضاء ولا دوله متعدده الاعراق. يمكن حلقه هرم الاعراق والحلقات بتاعتها الثلاث حلقات كانت تحدثت بالتفصيل في هذا الامر. ففي مشكلة، انت لازم تحدد الهوية للمواطنة، مين هو المواطن، ايه هو الشيء المركزي، ماليش دعوة بالهويات الفرعية. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون كردي، ممكن يكون فلسطيني، ممكن يكون مصري، ممكن يكون ايا كانت الهويات دي، هويات فرعية، تمام؟ القومية العلمانية والقوميات الاوروبية لما جت تطلع اتبنت على اي حاجة غير الدين، اي حاجه غير الدين. ايه الحاجات اللي بقى منفصله عن الدين؟ ليه الدين؟ لان كده الهويه بيعملها اله غيب، شيء غيبي. وهم السياده العلمانيه في اوروبا كانت مش عايزه اي حاجه غيبيه بالنسبه لها، اي حاجه ان في ربنا منزل جنسيه كده او مصدر لتعريف هويه مركزيه، يكون هذا المصدر غير المصدر ده جاي من الدين، جاي من اله، هما كانوا رافضينه في اطار القرن ال 19 طبعا، اللي كان في موجه كاسحه في اخراج ربنا سبحانه وتعالى والافكار الدينيه والنماذج الدينيه من اي حاجه لها علاقه بالعلوم وتعريف الذات وتعريف الهويات وتعريف كل حاجه، ولا زال دي البدايه الموجه المستمره لغايه دلوقتي، وهي ما كانتش بدايتها القرن 19، ده من بداية عصر التنوير. امال امتى ليه الموجه دي في القرن 19؟ لان القرن 19 كان ان التنظير اصبح كثيف في هذه الامور، فكره ان احنا لازم نطلع كل حاجه لها علاقه بالدين نطلعها بره المعادله، بره ما ينفعش تستكمل معانا، ندخلها او ان يكون ليها اعتبار في تصوراتنا.
فأنا هكون بتكلم على الأهم حاجة، مين إحنا ومين الآخر؟ دي أوليات الإنسان، مين إحنا ومين الآخر؟ مين إحنا؟ هل إحنا نعرف نفسينا كأوروبيين كمسيحيين ولا كيهود؟ ولا نعرف بقى يعني الأساس هنا أساس تعريف الهوية المركزية، مسيحي بقى ألماني، مسيحي إنجليزي، هل هعرف نفسي بالموضوع ده؟ ولا أعرف نفسي بالعرق، إن ده العرق الجرماني، ده العرق الأنجلو ساكسوني، ولا أعرف نفسي باللون، إن ده الأبيض، ولا أعرف نفسي بالسلالة؟ والسلالة هنا مش هتنفع تمشي في أوروبا لمشاكل كتير، لكن كانت يعني أخلي الاقتصار على السلالة، ده هو النموذج الملكي، الملكية هي المقتصرة على السلالة، إنما باقي الشعب صعب جدا إن حد فيه مفهوم السلالة، مش كل الشعوب والأمم عندها الهستيريا بتاعت ان انا لازم اعرف جدود جدودي لألف سنة مين هم، مش كل الشعوب والأمم عندها كده، ونخلط ما بين شعوب كبير والوفيات، ودي حاجة البعض اللي احنا لما نيجي نتكلم في وقت معاصر ما يفهمهاش البعض. يعني لما اقول له مسألة الطواعين والامراض القديمة ممكن بعض ما يفهمش خطورة حاجة زي كده، لا يا حبيبي ده ليه فلان ده ما يعرفش جدود جدوده مين؟ يا حبيبي عشان انت مش فاهم الدنيا زمان كانت عاملة ازاي، غير ان كان الهجرات بتحصل بصوره كبيره، هجرات قبائل وشبه شعب كامل يتحرك من مكان لاخر، وهجرات بيكون فيها مئات الالاف من بلد لتانيه لتالته الرابعه، وبيتحركوا زي الترك اللي جم من وسط اسيا ناحيه الصين راحوا لغايه اوروبا ودخلوا جوه اوروبا، دي هجره، هجره من الهجرات العملاقه دي. فانت لما تيجي تتكلم مسألة الهجرات حاجتين تفهم فيها هو ليه كل الناس، مع ان عند الانسان ميل ان هو يحفظ فعلا السلالات كاملة، دي حاجة من موجودة عند الانسان، ده في اطار يعني الحاجات اللي موجودة مزروعة جوه الانسان، لكن مش البشر ما قدروش يعملوا ده بصورة واضحة. ليه؟ مسألة الهجرات، الحروب كانت زمان بيحصل فيها ان تدخل الدخول والاقتحامات بتكون مرتبطه باغتصاب وبشيوع القتل وحاجات، ودي كانت ممارسات عاديه، يعني كانها كانت الاصل في الممارسات في الحروب، يعني لو دخلت مدينه هعمل مذبحه في المدينه دي واغتصب الستات، ده الطبيعي العادي اللي انا بعمله في ما بين الحروب بينها وبعضها، فما يتبع ذلك من اختلاط انساب ومن ناس اولاد بيحصل لهم انجاب، ودول سواء الناس اهل الدوله اعترفوا ان هم منهم او راحوا مع المستعمرين او الغازين بيرجعوا معاهم، المهم ان دايما في اختلاط عرقي ودايما الدنيا مش قادره حط بقى العامل اللي كتير من الناس مش واخده بالها منها، عامل المجاعات قديما. يا جماعه كانت المجاعات تيجي، مش المجاعات، والمجاعات كانت اساس، لا بس مش هي دي الرئيسي، الطواعين والامراض العامه. الامراض العامه كانت لما بتيجي زمان كانت بتعمل اباده، ده نوع من انواع الاباده، وكان بيبقى ابشع من الابادات بتاعت الحروب، اباده البشر بيموتوا بمئات الالاف، ومئات الالاف دول بيجي يا اما هجرات يا اما يجي مش عارف ايه مكانهم، المهم يحصل اختلاط اكبر. وصعب ان يعني لما تيجي تقرا في من قرا التاريخ الاسلامي يقول لك الاسره الفلانيه، الاسره دي على بال ما بيجي في المساء فلان الراجل كان رايح يدفن مراته، على بال ما رجع لقى عياله كانوا بيموتوا وهو مات بعد الاباده، المنطق الابادي، فكره السلاله واللي عارف سلالتي واللي عارف اصلي، ده صعب تنفيذه عمليا حتى لو حد حبه، يعني حتى لو في ناس عندهم الثقافه دي كان صعب التنفيذ العملي جدا ليه، وكان يصل في بعض البلاد اللي منكوبه باوبئه ان هو ده شبه مستحيل، انا كل شويه ناس عماله تموت من العيله، افرع كامله بتموت من العيله، عيله كامله بتتباد من الوجود، فانا ازاي احدد الاصول والمش عارف ايه، كانت كل اللي عارفين الاصول واحد اثنين ثلاثه اربعه كلهم ماتوا في طاعون مثلا، فكان ده صعب تنفيذه من الناحيه العمليه، وصعب تصوره عند اللي ما قراش التاريخ الاسلامي او التاريخ العالمي والتاريخ الاسلامي بشكل خاص، لان الطاعون كانت في المشرق رهيبه، يعني ان اللي مش عارف الدنيا كانت عامله ازاي زمان متصور ان هو ليه الدوله الفلانيه او ليه الشعوب ما حافظتش كلها على السؤالات، صعبه في شعوب كبيره وبتتعرض لاوبئه، ومعنى الاوبئه لو مش مستحضره في ذهنك بصوره جيده صعب جدا تتصوره. فده المصادر
لما نيجي نقول الهوية المركزية، وجاوبوني عليها في الجروب دلوقتي، الهوية المركزية الموطنة في الإسلام، الهوية المركزية الرئيسية، هل قايمة على عرق، على العرق ده، ولا على لون الناس أسود وأبيض، ولا سلالة، ولا أرض، ولا دين؟ قايمة إزاي؟ قايمة على الدين. أنت مسلم خدت المواطنة. طيب أنا لا، طيب يعني إيه البتاع ده؟ وإيه الفارق؟ طب ما هو برضه لا، أقول لك إيه الفارق. الفرق بقى لما تيجي تشوف إن واحد مسلم عايش في الغرب، واحد مسلم عايش في الغرب دلوقتي، هل هيعتبر إن لو جاء حاكم مسلم جمع المسلمين كلهم تحت راية واحدة، تمام؟ وهذا الحاكم مسلم حاكم صالح أو يحكم بالشريعة، له شرعية واضحة مستمدة من الدين. دلوقتي أنا كمسلم عايش في الغرب، هل السيادة بتاعة الذي يسود الحاكم أو الإمام بتاعي هو هذا الحاكم مسلم، ولا الحاكم الكافر رئيس أمريكا اللي أنا عايش تحت مظلته يأمرني فأطيع أروح أحارب الحاكم المسلمين تحت رايته والكلام ده؟ لا، انا حتى لو انا طبعا واجب عليه الهجره، وهنتعرض لمساله الهجره، لكن قبل ما تجب عليه الهجره، ليه الهجره واجب عليه حتى لو لم يهاجر؟ واجبه ايه؟ ايه الواجب عليه الرئيسي قبل مساله الهجره؟ ان انت يكون الولاء بتاعك والحاكم اللي له السياده عليك هو الحاكم المسلم مش الحاكم الكافر. إذا إحنا بنتكلم هنا على إن الهوية المركزية لواحد، والمسألة دي يا جماعة خطيرة، لأن الغربيين اللي دارسين، سيبكم من الغربيين اليمنيين، الغربيين الدارسين أدركوا هذه المسألة، خاصة الناس الخبيثة القذرة في فرنسا، لأن دول درسوا الإسلام فعرفوا المسألة دي. الهوية المركزية عند المسلم هي الإسلام. فديت اللي مهيجة الدنيا في فرنسا، ومسألة الاندماج وان مش راضيين يندمجوا ومش هينفع يندمجوا. ليه بقى؟ دي يقولها اللي مذاكرين الاسلام كويس، لان اللي مذاكر الاسلام كويس هيعرف ان المسلم الفرنسي هيظل الولاء بتاعه للدول المسلمين وللعالم الاسلامي ولحكام المسلمين او الحاكم الاسلامي اللي هيحكم بالشريعة، حتى لو كان بقاله هنا في فرنسا 1000 سنة، هيفضل الولاء بتاعه الرئيسي للحاكم المسلم. فلأن الهوية المركزية عند الهوية السياسية المركزية عند المسلمين قائمة على الدين، وليس على عرق، وليس على مكان، وليس على أي حاجة، ولا عرق ولا أرض. أصل ممكن يقول لك إيه؟ ليه لو قايمة على مكان مثلا؟ لو الهوية قايمة على مكان، الحاكم المسلم اللي عايش في المكان ده وبيحكم هؤلاء الناس، لو حد قايم، لو حد مسلم عايش براه، فلا، الحاكم المسلم ده ليس له عليه اي ان هو يكلمه باي حاجه. ويبقى طبيعي ان المسلم اللي عايش في دوله تانية ده، لو الهويه قايمه على مكان، يبقى طبيعي ان المسلم اللي ينفع اللي عايش في دوله تانية ده يحاربك. معلش نركز في الحته دي. لو واحد مسلم عايش في فرنسا، وواحد حاكم مسلم بيحكم المغرب، دوله المغرب، دول المغرب العربي، تمام؟ هذا الحاكم المسلم الذي يحكم دول المغرب العربي، لو الهوية في الإسلام قائمة على المكان أو على الأرض، يبقى الحاكم المسلم الذي يحكم دول المغرب العربي مش من الـ الـ مش من حقه إن يكون ليه أي سلطان أو أي كلمة أو أي حاجة على المسلم اللي عايش في المكان الآخر. ليه؟ لأن المسلم اللي عايش في المكان الآخر الهوية السياسية بتاعته قائمة على إيه؟ على الأرض. فأنا دلوقتي عايش في فرنسا، والهوية السياسية بتاعتي قايمة على إن أنا عايش في فرنسا، يبقى أنا فرنسي، يبقى أنا أروح أحارب مع الفرنسيين كفار بقى مش كفار، أروح أحارب الحاكم المسلم اللي هو الهوية السياسية بتاعت بلده قايمة على إيه؟ على إيه؟ على الأرض. إذا تخيلوا مثلا لو حاكم مسلم الهوية السياسية قايمة على الأرض، يبقى مثلا حاكم مسلم عنده نص الشعب مسيحي، وهو الهويه قايمه على الارض، الهويه السياسيه، يبقى كل نص الشعب او ثلاث ارباع الشعب المسيحي ده، الحاكم المسلم ده ياخدهم ويروح يحارب دوله كلها مسلمين لكن على ارض تانية. مش عارف اشرحها ازاي دي يا جماعه، بس يعني انا حاول نركز فيها اكتر. لو الهويه قايمه على الارض، يبقى تخيل حاكم مسلم، الحاكم دوت ثلاث ارباع السكان مسيحيين ويهود، وراح واخدهم
ويحارب بيهم حاكم مسلم تاني، وده طبيعي. ليه؟ لأن الهوية السياسية قايمة على الأرض، كل واحد واخد حتة أرض وبيدافع عن حتة الأرض دي، وكل اللي موجودين في حتة الأرض دي لهم هوية سياسية هي تبع الدولة دي. يبقى أنا المسلم، المسيحيين واليهود اللي عايشين في الدولة دي هو دول اللي تبع الحاكم ده. وكده الإسلام انفصل من العرى. يعني أنت كده بتتكلم على إن ممكن حاكم عشان هو مسلم يروح رايح واكل شعب مسيحي يروح يحارب بيه مسلمين تانيين لأن الهوية قايمة على الأرض. لا، الكلام ده مش في الإسلام، الكلام ده مش في الإسلام. وقضية يعني متشعبة وكبيرة، ويمكن محتاجة وقت نقاش، مش عايز أطيل أزيد من لازم. لكن مسألة الهوية قيامها على أرض أو سلالة أو لون أو عرق، الإسلام لا، الإسلام الهوية قايمة على الدين بتاع الشخص. أنت الهوية السياسية، الهوية المركزية السياسية مش قايمة على هويات فرعية. إيه الهويات الفرعية؟ أبيض، من قبيلة كذا، من عيلة كذا، ساكن في الحتة. كل دي هويات فرعية وظيفتها التعريف، وليس وظيفتها ان انت تكون معقد. ايه هو الفكرة كلها في ايه؟ معقد الولاء والبراء. هنا الولاء، هل الولاء بيكون على اساس الدين ولا على اساس عرق، لون، سلالة، ارض؟ على اساس الدين. طيب، يبقى ده تشوفها في احكام شرعية. زي ايه؟ واحد مثلا يا جماعة عايش في المغرب العربي، تمام، حصل ان اعداء المسلمين امريكا جت تغزو العراق، ان دوله جايه تغزو مصر، الاحتلال الانجليزي لما جاي يدخل مصر، ايه اللي خلى اهالي المغرب العربي وخلى ناس اتراك، ناس في الجزيره العربيه، وكانوا بيحاولوا يدخلوا مصر عشان يدفعوا مين؟ يدفعوا الانجليز. او المثال اوضح، يمكن ده مثال، لا المثال اوضح، إيطاليا لما جت تحتل ليبيا، تغزو ليبيا، إيه اللي خلى المسلمين في مصر وفي المغرب وفي العالم الإسلامي يندفعوا عشان يدافعوا عن ليبيا؟ إيه هو؟ هل رابطة أرض، رابطة سلالة، رابطة سياسية؟ لا، أنا الحاكم بتاعي حاكم تاني، مالي بليبيا؟ أنا عندي الملك هو اللي بيحكمني وبتاع، أنا ماليش دعوة بالملك فؤاد ولا بتاعه اللي بيحكمني، ماليش دعوة بليبيا. المغرب أنا عندي حكام تانيين، ماليش دعوة بليبيا. لا، المسألة مش كده، المسألة إن الرابط بتاع المسلمين، إن أنت الولاء بتكون ليك أنت كمسلم، جهاد دفع عليك واجب، حتى لو أنت ساكن في الصين عليك واجب إن أنت تدافع عن الهوية السياسية وهوية هذه الهوية السياسية بتاعتك كمسلم. ما يفرقش أنت فين، انت ليك ولاء لهذه الدولة الإسلامية ولكل أقطار العالم الإسلامي وللمسلمين في كل مكان. فهمنا الفكرة دي؟ وخطورة الفكرة، مسألة ان الهوية المركزية للمواطنة تكون قايمة على الدين، هو ده يا جماعة، ان الهوية تكون قايمة على الدين مش قايمة على اي حاجة تانية. طيب دي من ناحية المواطن المسلم. طب وبالنسبة للحاكم المسلمين، السلطان بتاعه ممتد، يعني لا يشترط ان يكون المسلم تحت مظلة السيادة بتاعتك المكانية المباشرة، مش لازم في دولتك عشان تدافع عن المسلمين. فده بيندرج عليه حاجة ناحية المسلم المهاجر، ان المفروض اي حد هيروح لدول الكفار يكون تأقيت الإقامة، ان يكون إقامتك لازم تعرف انها مؤقتة وليست هجرة دائمة. وده منبني على الفكرة بتاعت حرمة الهجرة إلى ديار الكافرين. ما تهاجرش، ما فيش حاجة اسمها هجرة، أنا رايح سايب بلاد المسلمين ورايح أهاجر لبلاد الكافرين، مفروض ما فيش حاجة اسمها كده أصلا، حرام. طيب من ناحية الحاكم المسلم، حاكم المسلمين واجب عليه الدفاع عن المسلم ولو من جنسية مختلفة وسيادة مختلفة. ده واحد مثلا، أنا كحاكم مسلم مع دولة ما بيني وبينها عهد، تمام، وهذه الدولة قررت ان هي تحارب المسلمين اللي فيها وتقضي على الاسلام فيها، هل انا واجب علي كحاكم مسلم ان انا ادافع عن هؤلاء المسلمين لو في وسعي وقدرتي ادافع عنهم؟ طب هم يا رجل تبع سيادة سياسية لحد اخر، انا المفروض كحاكم مسلم انا تبع السيادة السياسية للناس اللي تحتي، فانا ما يهمنيش بقى الناس اللي بيحصل لها ابادة، مسلمين بيحصل لهم ابادة من كفار؟ لا، واجب عليك انك تدفع عن هؤلاء المسلمين. الله، طب ما هي الهوية، لا ما هي الهوية مش قايمة على المكان يا حبيبي، الهوية السياسية
قايمه على الدين، دي حاجه للشعب وليك انت كمسلم ان انت تدفع. عشان كده شهاده الدفع مش على البشر فقط، كمان على الحكام المسلمين اللي يشوفوا مثلا دوله بتنهار تحت احتلال، ولا المفروض يهرعوا الى هذه الدوله للدفاع عنها. فهي دي الفكره، فكره ان الولاء بتاع الدوله الاسلاميه، الهويه المركزيه السياسيه كلها قائمه على الولاء الديني، الاسلام هو الاصل، هو الهويه المركزيه. تمام كده؟ طيب، يبقى الجنسية الإسلامية وتعمد التوطين دي أول حاجة. إحنا كل ده عايزين نعمل إيه؟ نفرق، نعرف مين هو المواطن المسلم، المواطن المواطن أو إيه هي المواطنة الإسلامية، مين ده المواطن؟ مين هو المواطن اللي بعتبره مواطن؟ طيب، لم تبنى هوية شعوب أمة الإسلام الجنسية المركزية إلا فوق ميثاق الدين وحده، لا مماثلة له ولا وشيجة عرق ولا آسرة سلالة ولا شركة أرض. فمن كان مسلما، ولا ايه، ولا لون ولا عرق ولا سلالة ولا أرض، فمن كان مسلما تجنس بجنسية وطن الإسلام، أكان تحت سلطان الدولة المكاني أم خارجي، وسلطان حاكم المسلمين السياسي والشرعي ممتد إليه أينما وجد. فالمسلم في دار الحرب أو العهد ملتزم بجنسية الإسلام، كل ده شرحناه اتكلمنا فيه، واقع تحت حكم شرعتي وقانوني. انا رايح في دوله بتبيح اللواط، يبقى انا خلاص كده انا تحت مسلم لشرائع هذه الدوله؟ لا يا حبيبي، انت تحت حكم الاسلام، حتى لو انت عايش في دوله ايه انت تحت. طب انا مش عارف اعمل الحاجات دي كلها، روح يا حبيبي لدوله تقدر تعملها، لدوله اسلاميه او الاقرب فالاقرب. عشان اقول لكم ليه يا جماعه، عشان في من المهاجرين بيستغلوا الحجج دي، ان يقول لك ايه، ما ويروحوا رايحين جايبين مثلا اطروحات جهاديه او اطروحات اللي بتتحدث عن الكفر بتاع حكام المسلمين، فيقول لك بص يا عم ادي حكام مسلمين كلهم كفار، وما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه دلوقتي، فعادي بقى ان انا اعيش في الغرب. ليه يا حبيبي؟ وانت ما تعرفش المبدا من الاساسيات بتاعت الاسلام، ان المقاربه وتقليل المفاسد. هل عايز تقول ان العيش في العالم الاسلامي في المغرب في مصر في السعودية في الخليج في دوت شبيه في المفاسد بان انت تعيش في دولة الدول الغربية اللي رجالة موجودين في الشوارع بيلوطوا في بعضهم ببعضهم في الشوارع؟ انت هتهرج؟ دي قلة ادب، ده قلة ادب. يقول لك انا مش عارف، اصل ما بقاش في دار اسلام واحنا هنستهبل. طب فرضا ان ما فيش ديار اسلام، وهسلم ان انت بتعرف ديار الاسلام بالديار التي تحكم بالشريعه الاسلاميه كامله، انت بقى ما بالمنظر ده ما يبقاش في دار اسلام. وان كان لا، ديار الاسلام هي من يغلب عليها وعلى ثقافتها المسلمين، ويغلب على ثقافتها المسلمين. فانت لا عارف تعمل شريعه، ولا عارف تتكلم، ولا عارف حتى تنكر المنكر في المكان اللي انت فيه. انت هتقعد تستعبط. هو يا جماعه ده من انواع يعني في علم الناس الميكانيزمات الدفاعيه والاستهبال من الاخر. ان يقول لك ايه، ما ده اللغه كلها ما بقاش فيه اسلام في اي حته. اه يا حبيبي، ما بقاش فيه اسلام في اي حته، ده برضو زي ان دوله المساجد فيها مفتوحه والقران، ولو حد شاف لوطي ممكن يتذبح في الشارع والحاجات دي كلها، ده شبيه بانك تبقى اللوطيين لو انت ما ابتسمتش في وشهم ممكن يتعمل لك قضيه. لو اتكلمت مع ابنك ان دول اللوطيين، وابنك دلدق في الكلام واتكلم في المدرسه ان بابا شايف حكم الشرع اللوطيين القتل، لو ابنك وقع في الكلام في المدرسه تيجي انت وعيلتك كلها ممكن تطردوا وتترموا بره البلد كلها. ازاي يعني؟ ازاي؟ لا، شغل دجل، دجالين دعاة الهجره دول، دجالين مش اكتر. بيستخدموا، يروحوا يستخدموا اطروحات جهاديه ولا يستخدموا حاجات عشان يوصلوا، ده شغل دجل منهم يعني. تمام؟ فدلوقتي انت ملتزم بجنسيه الاسلام، وواقع تحت حكم شرعه الاسلام وقانون الاسلام في اي مكان انت موجود، موجودين منك، وياخدوا عيالك. ايوه، هو هيسيبوا لك عيالك؟ هم جايبينك ليه؟ جايبينك عشان داجن تكلف لهم وتطلع لهم الدجاج الصغير اللي هو هيقعد يربيها بعد كده عشان يحارب الاسلام. فلو لقاك مصدعه غور في داهيه، انا جايبك عشان تطلع الجيل الثاني والثالث اللي هم عارفين يقينا ان هم هيكونوا تابعين للمسيحيه او الالحاد والمحاربه الاسلام. هم هو متاكد من كده، عارف ان الجيل الثاني والثالث مش هيبقوا تبعك بالاحصائيات وكل شيء.
لكن انت هتصدعنا غور في داهية وسيب لنا عيالك، احنا عايزين عيالك، احنا عندنا مشكلة ما بقيناش بنخلف كغربيين، عندنا مشكلة ابناء الزنا واللي بيخلف عيلين بيزغرطونه هناك، خلف عيلين. فانت احنا انت جايبينك جايبينكم شوية حيوانات تخلفوا لنا بتاع وتغوروا في 60 داهية لو مش هتلتزموا بالافكار بتاعتنا وبثقافتنا. احنا عايزين عيالكم دول يطلعوا صليبيين او يطلعوا ملحدين. انت هتقعد تصدعنا بان عيالك عايزهم تطلعهم مسلمين وولاء سياسي والدين مش اجور في 60 داهية بره البلد، وخلي وعيالك يفضلوا معانا. ده الواقع يا جماعه، والله العظيم ده الواقع. اللي بيقعدوا يعملوا لكم البحر طحينه، واصل انا ما شفتش، واصل انا شفت. لا يا حبيبي، احنا ما بنشوفش مدينتك، احنا بنشوف الغرب بيعمل ايه، بنشوف الغرب بيعمل ايه. هو ده الغرب يا حبيبي دلوقتي، هو ده الغرب. انت ممكن تروح في 60 داهية لو ابنك طرطش الكلام في هو في المدرسة وراح متكلم ان بابا بيقول ان اللوطيين يتحرقوا ويتقتل. اي حد عايش في الغرب عارف دي معناها ايه لو ابنك قال حاجة، قال زي كده، وقع بلسانه وقال الكلام ده في المدرسة ان بابا بيقول لنا كذا كذا، يا ويلك يا سواد ليلك. لو او بابا يقول لنا ان الدوله اللي احنا عايشين فيها دي امريكا دي اكتر دوله بتحارب المسلمين. جميل، ده انت ليت اهلك سودا لو حاجه زي كده وصلت من المجتمع عامل الدوله. يعني انت حتى لو الدوله سكتت في بعض الامور، المجتمع اللي حواليك هيتفرج هيعمل فيك ايه؟ ما هي يعني المجتمع يا دايفرستي وبلوراليزم وتعدديه، فينفجوا ان انت، طب انا مش سامح معاك كمسلم عشان انت عرفنا في عيشتنا، وبرغم ان انت عرفنا في عيشتنا لكن احنا عايزين تنوع ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتعدديه، وهنستحمل اهلك بالعافيه ونبلعك عشان انت بترفع اعلام اللوطيه معانا. انما نكتشف ان حضرتك ضد اللوطيه، طب ضد اللوطيه طيب ماشي، يعني انت مش عايز التعدديه، يبقى انت جاي تهبب ايه هنا في امريكا وفي الغرب؟ اليمين ده روح مع اليمين، الافكار بتاعتك بتتلاقى مع اليمين، تيجي تروح مع اليمين تلاقيهم يا اما صهاينه يا اما معادين لاي حاجه ليها علاقه، مش عرق ابيض ومش عرق، فتلاقي نفسك واقع. طب انا اللي مقعدني هنا؟ انا في الحالتين المجتمع هينبذني، يعني ايه اللي مقعدني هنا؟ حب الدنيا. اللي مقعدك حب الدنيا حبيبي، اجيبها لك بصراحه، اللي مقعدك ومعيشك ومخليك عايش هناك حب الدنيا، حب الدنيا. وانا بتكلم عن اللي قادر يمشي، اللي قادر يمشي ده تجب عليه الهجره، واللي قادر اللي قادر بجد، اللي مش قادر يمشي بجد فقير جدا ومعهوش حاجه يعرف ياخد بيها جنسيه، ومع ذلك تلاقي كتير جدا من اللي بيسافروا بيهاجروا من فرنسا مثلا يهربوا منها اصلا تلاقيهم مش اغنياء، لكن هو خايف على اهله، خايف على عياله، مهموش الدنيا ورجع تاني. الله المستعان. تعال نشوف بقى ايه، نكمل الكلام. تابع لإمامه وأميره. أنت مش مجرد كونك أنت مواطن مسلم، مجرد إن أنت مسلم فعايش في مكان آخر فأنت مواطن مسلم، عشان كده تجب الهجرة، لأن لابد أن تتحيز إلى الفئة المؤمنة. وجوب الهجرة من بلاد الكفار بص لها في المنطق الواسع بتاع الولاء السياسي، الولاء الديني والسياسي. الولاء السياسي هنا مرتبط بالولاء الديني. ليه؟ لأن ما دام مركز الهوية هو الدين، إذن يبقى الولاء ديني سياسي مع بعض. فأنت أنت مطالب إن أنت تهاجر عشان تتحيز إلى الفئة المؤمنة. ما ينفعش تبقى قاعد مع الفئة الكافرة وقاعد معاها وهو الفئة المؤمنة كلها قاعدة لوحدها، لازم تتحيز إلى الفئة المؤمنة، إلى فئة المسلمين قدام الكفار. فالسيادة على المسلم ما بقي مسلما لا تكون لكافر إلا أسرا أو اضطرارا. واحد مضطر يقعد في الغرب أو يقعد في بلاد الكفار لسبب أسباب متنوعة، أو مأسور. واحد مضطر أو مأسور. طيب اضطرار زي إيه؟ زي مثلا بلاد الإسلام يحكمها واحد باغ يبحث عني ليقتلني. انا ساعتها هل الهرب من هذا صحيح؟ طب بفرض ان كافه بلاد الاسلام مسيطر عليها هذا الواحد، ساعتها دي حاجه. بعض الجرائد الفرنسيه تشتكي من هروب المسلمين خصوصا المتعلمين تعليم عالي من فرنسا لتركيا. لا ده القصه بقى لها كام سنه. فرنسا بيشتكوا من ايه؟ بيشتكوا ده واجب عليهم اصلا.
السيادة يا جماعة، فكرة السيادة دي بقى، دي الفكرة الرئيسية اللي يقوم عليها النظرية الإسلامية كلها. عشان كده كتاب هلال السيادة بيدور حوالين الفكرة دي. فكرة يا جماعة، الإسلام دين قائم على فكرة السيادة، أنه يكون سيد الآخرين، ما يكونش واحد، ما يكونش دين من أديان. دولة الإسلام ما تكونش دولة من دول، دولة الإسلام هي سيدة الدول، القواعد اللي تسري عليها ما تسريش على غيرها. فاهمين الفكره دي؟ في اللي هو في العلوم السياسيه ساعات يقول لك الاستثنائيه. ايوه، في حاجه دي دوله الاسلام دي استثنائيه، ليس لها علاقه ما تمشيش علاقتها مع غيرها. مثال ضربته في هلال السياده. دلوقتي انا كمسلم، دوله اسلاميه لو كانت في موطن قوه ودوله اخرى عملت معاها عهد ان هي هتترك الدعوه، تمام؟ هل انا كحاكم مسلم اقول لهم ممكن اسمح ان انتوا تسيبوا لي الدعوه الاسلاميه في داخل هذه الدوله الكافره؟ وجاوبوني في التعليقات، في داخل هذه الدوله الكافره اعمل الدوله الاسلاميه؟ هنسيبكم وهنعمل معاكم عهد، تمام، بشرط الجزيه وبشرط حريه الدعوه. والجزيه ممكن حتى نتكلم اي حاجه، ممكن نتكلم الا حريه الدعوه، لابد ان يكون تديني حريه الدعوه، والا كل حاجه ما بيننا هتبقى مجرد حاجات مؤقته. لازم تسيب لي حريه الدعوه جوه، هو اصلا قايمه على حريه الدعوه. هل انا ممكن اروح قايل له لو هو قال لي طيب ما دام حريه الدعوه من الطرفين، يبقى انت سيبني انا بقى كدوله مسيحيه، هسيبك انت كمسلمين تدعو المواطنين بتوعي للاسلام مقابل ان انا ادعو المواطنين بتوعك كمسلم للمسيحيه. هل انا ممكن اسمح في الاسلام يسمح للحاكم المسلم ان يعمل كده، ان انا مقابل ان انا افتح الدعوه الاسلاميه في دوله، اسمح لهذه الدوله انها تفتح الدعوه للكفر عندي في دار الاسلام؟ طبعا لا. الله، ما المفروض لا. عشان كده ده الخرف بتاع الناس اللي كتبوا كتير من الاسلاميين اللي متاثرين بالتلبرل والنظريات الليبراليه في العلاقات الدوليه. العلاقات قائمه على المماثله والسلام وبتاع، سلام ايه يا جماعه؟ ما فيهاش سلام اصلا. الاسلام له دوله استثنائيه في احكامها وفي كل حاجه، ما لهاش علاقه خالص، كل اللي تحتيها ما فيش حد يكون سيد على الاسلام والمسلمين. ما فيش حد سيد علينا. السياده لله وحده، السياده لله وحده معناها السياده للاسلام في المجال السياسي وحده. ما فيش حاجه اسمها انت تكون السياده تنتقص بتاعه الاسلام بحسب القدره. يعني ايه؟ يعني انا مش قادر افتح الدول دي ولا قادر افرض القرار بتاعي، لان لو دخلت حرب هتهزم. فساعتها بيبقى السلام بتاعي معاها سلام غير دائم، ده حاجه مؤقته على بال ما انا اعد العده واكون قوي. وده النموذج مثلا كان موجود في الدوله الامويه مع البيزنطيين. مفيش حاجه اسمها سلام دائم يا حبيبي، نسلم مع بعض شويه بس، انا وانت عارفين دي حاجه مؤقته وهنحارب بعض تاني وتالت وعاشر والف. مفيش حاجه اسمها سلام. الدوله الاستثنائيه دوله ملهاش علاقه بغيرها. المسلمين اللي موجودين عندك في بلاد بيزنطة، في بلاد الروم، كان الخلفاء المسلمين كان ممكن يروحوا يحاربوا خليفة الحاكم البيزنطي، يحاربوه عشان أذى المسلمين اللي عنده. ما فيهاش هزار. المسلمين اللي عندك دول مواطنين تبعي. الوطنية قائمة على الدين يا حبيبي، ولا قايمة على أرض، ولا قايمة على بتاع، ولا قايمة على عرق، ولا لون، ولا سلالة، ولا أي حاجة. المسلمين اللي عندك في بيزنطة انت مؤتمن عليهم، لو هاجمتهم انا ههاجمك. بصوا بقى، مش العين بالعين، مش لو هاجمتهم اروح انا رايح محارب المسيحيين وضرب المسيحيين اللي عندي. ليه بقى؟ ما ده بقى الجوانب الايجابيه والسلبيه اللي انت بالنسبه بقى للناس اللي بتقعد يقول لك الحاجات المماثله. لا، ما فيش مبدا عدم المماثله ده في ايه؟ ان انت بتهاجم المسلمين اللي عندك. انا الهويه مبنيه على الدين، طيب ما دام الهويه مبنيه على الدين ههاجم الناس اللي عندك، لكن ما هاجمش المسيحيين اللي عندي. ليه بقى؟ هنتكلم فيها في مساله الاقامه، ان المسيحيين اللي عندي او غير المسلمين اللي عندي هم مقيمين مش مواطنين، وعهد الاقامه او شرط الاقامه هو ان يكونوا في ذمه المسلمين، ذميين في ذمتنا، يعني بتوعنا. ما انت لو هاجمت المسلمين عندك ما روحش اضربهم، دول واخدين إقامة عندي، إقامة أجيال إن شاء الله، إقامة بقالهم 10,000 سنة. المهم إن دول المواطنة قائمة على حاجة، المواطنة هي الأعلى، إن الوطن قائم، وطن الراشدين قائم على الجنسية الإسلامية. ولا يعني ذلك
ان المسيحيين ما لهمش حقوق، لا اللي عندي ما اعتديش عليهم ما دام عاملين معايا اهل ذمه، ما دام في ذمتنا. فالسياده هنا المسلم اللي موجود بره بقى ده السياده بتاعتك، مهما تكون حاكم كافر على المسلم ده. طيب فالفكره بقى في ايه؟ ان انت كحاكم مسلم، كحاكم مسلم انت او فرد مسلم عايش في مكان تاني، لازم تعرف ان مفيش حد ليه السياده عليك الا الاسلام. حتى وانت عايش في دوله تانية، ايوه السياده تكون لابد ان تكون، الا انك تكون مضطر او مأسور، ده حاجه خارج ارادتك، انت مكره. طب لو في وسعك انك ترجع لبلاد الاسلام، ما فيش حاجه اسمها بقى تسمح لك ان انت تفضل قاعد، الا قاعد اقامه دائمه. ليه؟ لان لابد ان تنحاز الى فئه المسلمين. وذاك من اعظم وسائل تحقيق مبدا الاسلام في وجوب صنع الميثاق الغليظ بين اهله، وهو ميثاق لا ينقطع بمجرد الانتماء الى اقليم بعيد او الوقوع تحت سياده قوم، تحت سياده قوم اخرين. مش مجرد ان انت قاعد في مكان بعيد او تحت سياده ناس تانية ماسكاك، معنى كده ان انت انقطعت من وطنتك كمسلم. انت مسلم حتى لو كنت من هؤلاء القوم، لكن مجرد اسلامك اصبحت واقع تحت الهويه، اصبحت هويتك السياسيه مسلم، لان دي المركز اللي بتتبنى عليه الهويه في وطن راشدين، الهويه المركزيه السياسيه. فانت بالتالي واجبك انك تعرف تهاجر لو في وسعك الهجره، ولازم تطيع الحكام المسلمين وأئمة المسلمين. بل يظل المسلم مواطنا في أمته لا ينقطع عنها، وليس لا ينقطع عن جنسه وإن غزته الطيوس. مش مجرد أن أنت قاعد وسط طيوس كفار، أصل ده منطق بعض المهاجرين. أنا استخدمت المصطلح ده بالذات عشان بعض المهاجرين اللي يقول لك أنا عايش في خير البلد دي وفي خير أمريكا، أولاده عاشوا في خيرها. حبيبي أنت لازم تعرف، لو أنت مش فاهم، انت المفروض المسلم ده كليس، انت ليس اسد، اسد مجرد وجودك كمسلم انت اسد عايش وسط ايه؟ وسط تيوس. الكافر تيس مهما صعب، مهما استعلى هو تيس. انت المفروض كمسلم انت تكون، مش معنى ان هو ادولك لبن ولا انا بقيت، انت بقيت تيس زيهم، انت راضي بكده بقى تبقى تيس، دي حاجه تانية. انما انت المفروض انت حتى لو عايش انت تظل هويتك مسلم وجنسيتك مسلم. ولا يعني ذلك ان تعمد مفارقه المسلمين ديارهم من المباحات بغير عله، اللي هو بقى يتعمد ان يفارق المسلمين، ده متعمد ويروح لديار الكفر. هل ده مباح بغير عله؟ لا، ما عندناش في الاسلام ده، فهو مذموم منهي عنه. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اقام بين ظهراني الكافرين بغير عله قاهره. فالبعد عن ديار المسلمين وإن كان لا يقطع المواطنة، إلا أنه ليس مباحا مطلقا، وقد يصل إلى الطعن في الدين. ده بقى أنت أصلا ممكن تبقى مش مسلم، دينك مطعون فيه. إمتى بقى؟ إن اعتقد الهاجر أن العيش بين الكفار وتحت سلطانهم خير له وأفلح لأهله، وفرح بهذه الهجرة وأفلح لأهله وفرح بهذه الهجرة وذم وطن المسلمين، لا لعلة طارئة كشيوع البغي والفجور، بل لصفة في الدين ذاته وفي المسلمين بعينهم. واحد رايح يقول لك يا سيدي ده المسلمين دول زبالة أصلا، مش حاجة طارئة مثلا عشان في بغي ولا بتاع وظلم وفجور، فأنا رحت المكان ده ممكن يكون فيه كفار لكنهم ألصق بالفطرة ومتسامحين أكتر، ومع ذلك ليس مش عله، لكن قد يكون بيعتبرها طرق. لا، ده واحد رايح بيقول ان بلاد المسلمين اللي عايش فيها ما ينفعش دي، عشان بلاد وحشه وفي مشكله في الاسلام ان ما فيش تسامح. ودي كتير من المهاجرين بالمناسبه، ده عدد مش قليل، في عدد كبير من المهاجرين شايفين ان في مشكله ان ما فيش تسامح في العالم الاسلامي، ما فيش الدين ما سمحش قوي او سمح بالاستبداد السياسي الدين الاسلامي، انما هنا في ديمقراطيه حريه. ده في ناس بتنتمي المفروض الاسلام، وفعلا لما بييجوا يطعنوا مش بيطعنوا بظروف حاليه للعالم الاسلامي، لا تلاقيهم بيطعنوا بظروف الحاليه، يقول لك ابتعدوا عن الاسلام، مش عايز يطلع من الاسلام يعني، فيقول لك هم ابتعدوا عن الاسلام. طب ايه الاسلام؟ تلاقيه بيوصف لك اوروبا الغرب الليبرالي،
يقول لك الاسلام كذا وكذا وكذا، وبقى يا عيني دلوقتي بقوا مستبدين وبتاع، انما الاسلام كله ديمقراطيه وليبراليه وتسامح مع المثليين وتسامح مع المسيحيين والحاجات دي كلها، والمواطنه بالمفهوم القومي الغربي والحاجات دي كلها. هل انت لما حد يقول لك كده تقبل الكلام ده كله؟ ينفع ده يبقى مسلم؟ لا، وانت بتطعن بالاسلام، بس زي ما قلت انت بتاخد طريق ملتف طويل قوي عشان تطعن في الاسلام. لو قلت لك ان لا، مفيش عندنا حاجه اسمها تسامح مع المسيحيين، بمعنى ان المسيحي زي المسلم في كل شيء، ما عندناش احنا التسامح بهذا المعنى بالمناسبه ولا عندك، بس ماشي، خلينا ماشيين ورا الاحمق للنهايه، نرد على الاحمق للنهايه، ماشي. لو انت بتعتبر كده ان هو مش، هو يقول لك ده مش الاسلام، امال ايه الاسلام؟ يروح رايح جايب لك واحد من الزنادقه مفسر الاسلام، يقول لك بص تفسير فلان للاسلام البحيري ولا فلان ولا فلان، دول الزنادقه اللي مفسرين الاسلام صح، هو ده الاسلام الصح. لا حقيقه، ده عشان كده ده مطعون في ديني. يبقى انت ان اعتقد الهاجر اللي بيهاجر الدوله من سايب المسلمين ده ورايح يقعد مع الكفار، لو اعتقد ان العيش بين الكفار وتحت سلطانهم ده خير له، انت ده مطعون في ديني، وافلح لاهله وفرح بالهجره دي، ده انسان مطعون في ديني. اذا هويه المسلمين الجنسيه هي الاسلام وحده، يكفي ان يكون المرء مسلما كي ينتمي الى الوطن ان كان حاكموه على مذهب الراشدين المهديين، وهو المواطن الحق دون اعتبار موضع الاقليم. طب المقابل بقى الاقامه الذميه وتعمد التغريب. يبقى الجزء الاولاني الجنسيه الاسلاميه وتعمد التوطين، تعمد احنا في الاسلام تعمد ان في توطين سياسي بفكره المركزيه، ان تكون مركزيه صناعه الهويه السياسيه هي الاسلام، فالاسلام تعمد ان ده كله يكون كلكم مواطنين في دوله الاسلام، ما فيش حد غير مواطن في دوله الاسلام. طيب تعمد التغريب بقى للذميين بقى. واحد هيقول لك فين قيل ما بال اهل الكتاب القاطنين في ديار المسلمين، اهل دول مواطنين، دول اهل الكتاب مالهم، ما بالهم دول قاطنين في ديار المسلمين، هل دول انا اعتبرهم مواطنين؟ لا لا، لن اعتبرهم مواطنين. الله، ازاي ده وليه؟ ايه العله في حاجه زي كده؟ قلنا هم بالجزيه يقيمون بين المسلمين، قاعدين بيقيموا بجزيه، مبلغ بيدفع مقابل دفاع المسلمين عنهم بإذن مشروط، في وقاعدين معانا بإذن، تمام؟ والإذن ده مشروط، إيه هو؟ ذلك ظهر في صيغة العقد. إيه صيغة العقد اللي المفروض الفقهاء اتكلموا إن ده يحطه الإمام مع أهل الذمة؟ يكتب فيه الإمام مثل أذنت في إقامتكم بها أي دار الإسلام على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام. بص الشرطين، لكن دفع الجزية مش بس دفع الجزية، خد بالك عشان بعض يروح يقول لك ايه، ما بص ما دام ما بقاش فيه جزية بقى خلاص بقى مواطنين والزمن ده، لا، الشرط بتاع الإمام المسلمين مش مجرد انك تبذل الجزية، انك تقعد تنقاد لحكم الإسلام. طب من أبرز علامات الانقياد عدم الطعن في الإسلام وعدم السعي في تنصير المسلمين وعدم الاستطالة عليهم أو التشبه بهم، ودي حاجات مهمة جدا. اللي بيجي يقعدوا يتكلموا كتير على مسألة المواطنة يقول لك لا، ما ينفع المواطنة المسيحية دلوقتي مواطنة كاملة من المتنبرين الإسلاميين والإخوان والحاجات دي والجماعات دي، اللي هو ليه بيقول الكلام ده كله؟ يقعد يركز على الجزية، الجزية إن فعلا في حوادث في التاريخ الإسلامي دلت على إن الجزية، وفي في في رأي هو يعني مش هاخد الرأي ده دلوقتي، مش هدخل فيه مسألة الجزية هل هي مقصودة بذاتها عشان الصغار عند غير المسلم؟ انا مع هذا الرأي، مقصودة لازم تدفع عشان توري ان انت مش هتاخد وضعك كمسلم ابدا، مش هتاخد وضع زي المسلمين ابدا، ولا معمولة عشان انها دفاعا عن المسلمين المسيحيين، انا باخدها منكم عشان ادافع عنكم، انا مش مع الرأي ده. فهم بيركزوا على انها دي حاجه كانت ضريبه دفاع، لكن ما دام المسيحيين دخلوا في الجيوش الحديثه فخلاص ما بقاش فيه جزيه، بالتالي انقطع الهدف من الجزيه وبالتالي بقوا مواطنين كاملين. لا، انت ما كملتش ثاني واحده، وينقاضوا لحكم الاسلام، ان الاسلام بيحكم هذه البلد، ممنوع تطعن فيه، ممنوع تتكلم عليه بحرف، لازم تسيب المسلمين ياخدوا حريتهم في الدعوه، في الدعوه وسط اهلك،
وسط اهل ديانتك. فين ده يا جماعه؟ فين ان واحد واخد حريه ان هو يروح يدعو اليهود او النصارى او اي حد يدعوهم براحته، من ما يجرؤش حد من كبار اليهود الحاخامات او النصارى او غيرهم يكلموا ربع كلمه. ما اوعى، ده مسلم. الدعوه دي اساسا انتوا قاعدين معانا عشان ندعوكم، اصلا ندعوكم للاسلام. فهو يقول اذنت في اقامتكم، انا اذنت ان انتوا تقيموا، انا اذنت باذني، قاعدين باذني كحاكم مسلم ليا السياده. طب الفرق بين الاقامه والتجنس ظاهر. اذا المسلم الماكث في بلد كافر او الاجنبي عن دوله اسلاميه له من الحقوق على كل دوله اسلام مثل كل مسلم. اللي قاعد بره دوت لو حد اعتدى عليه، انت كمسلم لازم تدافع عنه. طب ده هو قاعد في دوله تانية مثلا، دوله كافره، بارادته ولا انا ادافع عنه؟ ادافع عنه المسلم ده، ليه حقوق عليا كمسلم، وليه حقوق على الحاكم بتاعي كمسلم، وليه حقوق المفروض على شيخ الازهر اللي كان لما جم في 2000 سنه 2000 2002 تقريبا، لما ساركوزي وجاه ويتكلم يقول له احنا هنمنع الحجاب عننا، يروح طالع شيخ الازهر واقف مع الفرنسيين ويقول لهم ايوه من حق فرنسا تخليكم تقلعوا الحجاب. ده واجب عليك كمسلم ان انت تناصر هؤلاء وتحارب الفرنسيين على حاجه زي كده. لكن المسلم ماكس على كل دوله الاسلام مثل كل مسلم، وعليه من الواجبات لكل دوله اسلام مثل كل مسلم. عايش في ألمانيا، عايش في فرنسا، عايش في أمريكا، عليك كمان واجبات للمسلمين زي كل مسلم، الدفاع عنهم. ما فيش حاجة اسمها أنا عايش هنا في الدول كافرة وبتاع، أنا إيه اللي يخليني أروح أحارب المسلمين، أحارب مع المسلمين؟ لا، هتروح تحارب مع المسلمين واجب عليك إنك تدافع عن المسلمين. مش قادر تروح تدافع، تدافع بالقول، تدافع عنهم بالقول. بينما الكتابي مقيم لا متجنس، ما خدش الجنسيه، ده مقيم ما بينك، فهو في المكان الاجتماعي، المكانه الاجتماعيه بتاعه الكافر ادنى من فساق المسلمين. يعني واحد مسلم فاسق لا يغض البصر يعني وبتاع دوت ومنحل ويشرب الخمر ولا بتاع، الكافر ادنى منه في المكان. لهذا الرجل برغم انه مقيم معاه، المسلم ده لمجرد ثبوت الإسلام عليه حتى وإن كان صنع أعمال الفسق، وقع في فسوق، لكن ما دام ثبت عليه الإسلام المكانة بتاعته في المجتمع الإسلامي أنه مواطن. الكافر لو منقطع عن الخمرة ومنقطع عن كل شيء مهما ارتفعت مكانته وعلمه، هو أدنى من أفسق المسلمين. طب إيه ده، مش حاجة كده؟ لا، افهم بقى الفكرة. الفكرة هو ان المعيار اللي قايم عليه المجتمع والسيادة الإسلامية هو معيار الدين الإسلامي ومعيار التعبد لله. الكافر ده مهما كان إنسان فاضل متفوق ذكي، مهما صعد دنيويا وأخلاقيا، مهما صعد دنيويا وأخلاقيا، حلو كده يا جماعة، مهما كان الصعود بتاعه، هذا الكافر هو رجل لا يعبد الله. خنست انت. طب والمنحله اخلاقيا دي والمنحله دي، ده رجل زاني ولا وقع في شرب خمر ولا بتاع، لكنه يعبد الله، يعترف ان الله ليس ثالث ثلاثه، يعرف ان الشريعه الاسلاميه واجبه التطبيق ويسلم لها. أهو ده بقى مهما صنع كان في الفسوق هو أعلى في المرتبة منك، لأن الهوية مبنية على إيه؟ يعني إيه الهوية مبنية على الدين وعلى الإسلام؟ يعني مبنية على عبادة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ما دام مبنية على عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت يا حبيبي ما دام ما بتعبدش ربنا وكافر به، مهما كنت فاضل يعني أخلاقك عالية، ومهما عملت كل ده لنفسك، كل ده لنفسك او للي حواليك، انما انت نفسك انت لا تساوي شيء، لا تساوي ادنى الفساق، لان الفاسق ده مهما عمل هو بيعبد الله، انت ما بتعبدش الله.
إلا التعمد، تجريب الذمي، التعمد بقى. طب ليه تعمدنا إن إحنا نعمل للذمي إنه يعيش دائما في اغتراب؟ وده بالمناسبة الاغتراب دوت، الاغتراب المجتمعي ده مفهوم كبير في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي تحديدا. مفهوم الاغتراب إن أنت تبقى عايش دايما في مجتمع عايش إن أنت حاسس إن أنت غريب. دايما عايش حاسس إن أنت غريب. لأن بيصنع الأزمة، هو ده اللي الإسلام قصده. أنا بقى بقول لكم هو ده اللي الإسلام قصده. إيه بقى؟ يقول لك الاغتراب المجتمعي والسياسي ان الواحد دايما يبقى حاسس في المجتمع ان هو لا ينتمي الى هذا المجتمع، ويبقى عنده ازمه نفسيه دائمه، فبيميل ان هو يعني عايز يروح مع المينستريم، المجمو التيار السائد، عايز يبقى زي الناس كلها. لان الانسان ما بيحبش، الانسان دايما بيبقى عنده ضغط نفسي كبير عليه لما بيكون مخالف للسائد. فطول ما هو عنده مشكله وازمه انه يخالف السائد اللي حواليه، بيبقى دايما ازمه الاغتراب ديت عايشه جواه ومأزماه دايما. فدي تكون دافع ان هو يتبنى الافكار حتى لو مش مؤمن بيها تمام، يتبنى الافكار بتاعت اللي حواليه. ده فكره الاغتراب السياسي في علم الاجتماع السياسي، او الاغتراب المجتمعي في علم الاجتماع السياسي. طب دي حاجه دايما بتتقال في علم الاجتماع السياسي انها سيئه. ايوه، بس انا هقول لك بقى ان لا، في الاسلام موظفها وقصدها. ازاي يا عم؟ دي مش دي حاجه سيئه؟ لا، لازم المسيحي او اليهودي او اي كافر بالاسلام يعيش في ازمه، في ازمه ان انا مش السياده والمواطنه والهويات والحاجات دي كلها، انا غريب على هذا المجتمع. الازمه دي قد تدفعه ان هو ينضم للاسلام. طب ايه اللي، طب يعني معنى كان الاسلام برغم ان هو سمح لهم انه يعيشوا، معيشهم في أزمة وقاصد يعيشهم في أزمة؟ أيوة يا حبيبي، لأن الهدف من الدولة كله إيه أصلا يا جماعة؟ إيه الهدف من الدولة الإسلامية؟ الافتراء والعدوان على الناس، أو التحكم في البتاع؟ لا، أو مجرد إن أنا بحمي المسلمين؟ لا لا لا، الهدف من الدولة الإسلامية الأول عبادة الله. الله ينور يا عصام، عبادة الله هو الهدف، تعبيد البشر لله سبحانه وتعالى، وانقاذ البشر وان هم يدخلوا الجنه ما يدخلوش النار. فانا بضغط عليه عشان احقق هدف الدوله. هدف الدوله هي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والى عباده الله، مش هدف الدوله ان انا اكتم على نفسك. طب ما انت كاتم، انا كاتم على نفسك بحسسك باضطراب اجتماعي عشان اخليك تحس ان انت لا، انت عايز تنضم تطلع، خاصه ان انا مش عامل هويه قايمه على عرق مثلا. يعني في بان الاضطراب الاجتماعي ده مثلا في اللي واحد عايش في دوله في قايمه على العرق، عرق مثلا العرق دوت اللي موجود في الدوله دي كلها عرق عربي وانا فارسي. مع ان بقى شوف بقى عندنا سلمان الفارسي، وان هو يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل البيت، منا اهل البيت. يا خبر ابيض، فارسي، مش من قريش ولا، لكن بينتمي للعرب، ولا ده فارسي. فالفكره دي فكره ان الهويه قايمه المركز، لدرجه ان الهويات السلاليه اللي ما ينفعش يتلعب فيها، والهويات العرقيه اللي ما ينفعش يبقى فيها تفاهم، هذه الهويات النبي صلى الله عليه وسلم ورى لك ان انا ممكن اغير قواعدها واخلي واحد لا ينتمي الى العرق ولا الى السلاله الهاشميه والى العرق العربي اصلا، انا سهل ان انا اغير الهويه دي، افتحها كده، ادخل يا سلمان. وطبعا ده اصلا عندنا في الاسلام وعند العرب كان قبل الاسلام، وهي الفكره بتاعت، الفكره بتاعت ايه يا جماعه؟ ان العرب كان عندهم مساله الموالي، مش لازم يكون من العرق العربي، بالشغل الانجلو ساكسوني والعنصريه دي، العنصريه الموجوده في العرب دلوقتي حتى العربيين اللي طالعين بيها يا جماعه، هذه مخالفه اصلا حتى العرب، العرب الجاهليه. المسألة ما كانتش مقفولة، القفلة اللي هم بيعملوها دي كان في واحد بيبقى موالي، والمولى بيبقى من الأهل، والمولى بيبقى جزء من الأهل وعيال، وبعد كده بينضموا القبائل. القبائل ما كانتش مقفولة، سلالات وأعراق مقفولة بالقفلة دي كلها. الدنيا كانت أبسط من العنصرية اللي طالعة دلوقتي. لكن الفكرة في إيه؟ إن النبي بالحديث ده ورانا إيه يا جماعة؟ ورانا إن كل الهويات الفرعية ما تحطوهاش في دماغكم، حتى واحدة من أقوى الهويات الفرعية وهي السلالة. من اهل البيت، مش عربي بس، ده من اهل البيت. طب دي ما ينفعش تلعب بيها، ما ينفعش. لا، هو النبي بيوري لك ان ديت المرتبه، المرتبه
بتاعتها لا تصل للمرتبة الرئيسية. المرتبة الرئيسية والمركزية في الدين هي الدين الإسلامي بوضوح، بوضوح، لأن بيترتب عليها التقسيم الاجتماعي بحسب مين الفساق ومين المؤمنين ومين عوام المسلمين. الترتيبة دي المجتمعية اللي بيبان، اللي بتتبنى عليها حاجات كثيرة جدا. الفاسق ده انت بتقول هي بيتعامل عليه حاجه بيتعامل عليه حاجه سياسيه. الفاسق لا تؤخذ الشهاده بتاعته. فلما نيجي ناخد مثلا عاملين انتخاب للمسلمين، هل انا باخد شهاده الفاسق؟ هل انا لو انا بعمل انتخاب مثلا زي ما حصل انتخاب واحد من سيدنا عثمان او سيدنا علي رضي الله عنهما، لما اجي انتخب ما بينهم، هل كانوا بيروحوا لفساق المسلمين، الفساق وشاربي الخمر والحاجات دي كلها؟ شهادتهم ما تتاخدش، شهادتهم ما تتاخدش. ليه؟ لانها شهاده، والشهاده لا تؤخذ من فاسق. فهمنا يا جماعه؟ كان ده موجود حتى في القوانين الوضعيه في مصر مثلا، لم تكن من حوالي 100 سنه ما كانتش بتتاخد شهاده الممثل، لا تؤخذ بشهادته، لانه ايه؟ لانه فاسق. فالممثل لو جه في محكمه مجرد ان هو اشتغل ممثل، لا تؤخذ بالشهاده بتاعته في المحكمه، ده فاسق، لا اخذ بشهادات، ما لك بشهاده في ولايه عظمى. فبيترتب ايه ده؟ هو الفسوق والايمان بيترتب عليهم، بيدخلوا في المجال السياسي. ايوه بيدخلوا في المجال السياسي وفي الولايات العظمى. اللي يقول لك المراه والرجل لا، والفسوق والايمان بيدخلوا. الاسلام دين عظيم فوق ما تتصوروا. فانا الفكره بتاعه الحاجه ديت ان انا بتعمد التغريب وبضغط عليه وكل ده، هي دي العله. العله ان انا بعمل، انا متعمد التغريب. فانا بقول ما عله تعمد تغريب الذمي؟ العله ان يكون تغريبه الاجتماعي ادفع لرجوعه عن كفر الذله. ما انا لو فضلت مسيحي هيفضل، ولا يهودي هيفضل، ده بقى اللي انت تفهم بيه. ليه بقى الكلام بتاع الفقهاء زمان؟ ان لو انت ماشي في طريق زنق عليه في الطريق تدفعهم الى حافه الطريق. لو انت ان هم ما يلبسوش زي ما المسلم بيلبس، المسلم يلبس لبس اشيك واعظم، ان هم ما يبينوش الصلبان بتاعتهم، ان هم ما يبنوش الكنائس بتاعتهم تكون ضخمه وعملاقه، لابد انها تكون متواضعه، ما تكونش اكبر من حاجات المسلمين. ان هم الله، الفقهاء كانوا بيعملوا الكلام ده ليه؟ يجي بقى الحمقى اللي هم اللي يطلعوا متنابرين من الاسلاميين وغيرهم، يقعدوا يكلموا دلوقتي يقول لك ايه؟ لا، ما ده كان حاجات الفقهاء زمان، اصل التصور. لا، انتم مش فاهمين الاسلام، هم الفقهاء فاهمين الاسلام، انتم مش فاهمينه حبيبي. الفقهاء فاهمين القاعده دي، القاعده ان انا بضيق عليه الدنيا وبتعمد ان انا احسسه ان انت مواطن، ان انت مقيم ما بيننا ومواطن ومش مواطن. ان انت مقيم ما بيننا ومقيم بشرط، وان انت غريب عن المجتمع ده. ففي تعمد للتغريب، في تعمد، بتعمد ان انا اغرب. فليه؟ لان يتعمد ايه بقى؟ الجزيه بقى في القران، هي هنا بقى المفهوم بتاع ان الجزيه بتدفعها عن في صغار صغير، تحس ان انت في ذل، انت بتدفع للمسلمين عشان تفضل عايش ما بينهم. احنا اصحاب الارض المسيحيين، احنا اللي بقالنا 6000 سنه. لا، انت مش صاحب، ما فيش حاجه اسمها الارض اصلا، مش هي موطن العركه اصلا. الاسلام مش موطن الهويه بتاعته الارض. فاحنا اصحاب الارض، ايه اصحاب الارض؟ مش اصحاب الارض، انت مش القضيه كلها ملهاش علاقه خالص بالارض. القضيه قايمه على ان ايه؟ على ان الدين، انا بعمل الدوله دي كلها والسياده دي كلها عشان اخليك متعمد ان انت تكون حاسس بالغربه. فايه الفرق ما بينها بقى وما بين حاجه عرقيه؟ ان الحاجه العرقيه انا التغريب الاجتماعي اللي بيحصل في دول قايمه على العرقيه البيضاء، وانا واحد اسود مثلا ولا واحد مش ابيض، مهما انا عملت انا مش هعرف اغير. انما الاسلام لا، الاسلام انا اقدر اغير، ده دين. انت اللي مختار بارادتك ان انت تفضل مسيحي او يهودي، انت لا ابيض ولا اسود ولا بتاع، انت اللي مختار ان انت تكون مسيحي او يهودي، مختار الكفر بالله. فما تقعدش تقول انا التغريب الاجتماعي في ايدك في لحظه انه ينتهي، تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ينتهي التغريب الاجتماعي وتصبح ايه؟ تصبح مسلم مواطن، خلصت القصه. انت اللي مختار
ان انت تكون عشان دينك وعشان الحاجات دي كلها مختار الكفر بالله، فانت لازم تعيش في هذا التهريب. والدنيا عند اهل الحق سبيل لجنه الاخره، الدنيا دي كلها يا جماعه سبيل عشان نصل للجنه في الاخره، فكيف ادفع وعوام الكفار الواقعين تحت سلطان المسلمين ممن لا يرتجى منهم كثير انصات للحق ولا عظيم تدبر فيه ان يبدلوا دينهم الباطل. لما هو واخد كل حاجة ولا حاسس بتغريب، واخد كل حقوق في المجتمع زيه زي المسلم، هو أنا يبقى إيه يا فرحتي؟ مين العوام دول؟ ما مش هيقدروا يفهموا الفوارق والحاجات دي. العوام دول إيه اللي خليني أدفعهم إن هم يدخلوا الإسلام؟ مفيش حاجة تدفعهم إن هم يدخلوا الإسلام، ما أنا زي زيك في كل حاجة، زي زيك في كل حاجة، بل في الدول المعاصرة أصبحوا كمان بالحماية الأوروبية والغربية أصبحوا أحسن منك كمان. إيه الفكرة يعني إن أنا أدخل الإسلام؟ فانا كده ما خلاص ما عملتش حاجه، ما دام انا خليته زيه زي المسلم، ما فيش تغريب اجتماعي، ما فيش، خلاص انا عايز زي المسلم واخد كل حقوقي، فانا هظل كافر زي ما انا، ما فيش حاجه تدفعني. وليه بقول العوام؟ لان العوام يا جماعه كثير من العوام لا الحجه ولا غير الحجه، التاثير الاجتماعي ان انا عايز ابقى زي الناس الحلوه دي، فانا انضم للي هو للتيار العام المتحكم في المجتمع وفي المسلمين، وهو المسلمين، انا هنضم المسلمين. ده مش هتقعد تشرح له الحجه وسلاسه وواحد، مش هيعرف العوام. المؤثرات النفسيه في علم الاجتماع السياسي هنا هيكون ايه؟ بوضوح هيكون الفكره بتاعت ان هم عايزين يندمجوا اجتماعيا. اندماجهم الاجتماعي ده ادفعوا ليهم ازاي؟ عن طريق ان انا ايه؟ ادفعهم بان انا احسسهم بان هم اغراض في المجتمع. هدفعهم ازاي؟ ممن لا يرتجى منهم كثيرا انصات الحق، مش برتجي منهم ان هم هيقعدوا يسمعوا الحق بقى وهيقعدوا يعرفوا التفاصيل والنبوات، لا، العوام ما بياخدوش في التفاصيل دي كلها، ولا عظيم تدبر فيه، مش هيقعدوا بقى يتدبروا. يا راجل اغلب العوام امال ايه بقى؟ الشعبويه، ان انا الحاجات الافكار الشعبويه قائمه على مخاطبه الغرائز الاساسيه عند العوام، عند عامه الناس. ومن الغرائز الاساسيه عند عامه الناس الموافقة للتيارات السائدة، قد يكون بقى عشان تجارة، واحد أسلم عشان مصالح تجارية، عشان اللي هو لو بقى مسلم مش هيدفع جد. أيوه، إيه ده يعني هو كده هيدخل مسلم؟ أيوه هيدخل مسلم يبقى إسلام. طب كده لم يحسن إسلامه، هو ده بقى مفهوم أصلا يا حبيبي من حسن إسلامه. إن في ناس دخلوا الإسلام لكنهم ظلوا على حرف، داخلين لمصالح، داخلين لحاجة، ثم بعد ذلك طول ما بقى صلوا وبدأوا يسمعوا الإسلام بدأ يحسن إسلامهم. يعني هم ما كانش إسلام صحيح في الأول، كانوا داخلينه الأسباب. طب هل الإسلام اللي داخل الأسباب دوت، دخول الإسلام لأسباب دنيوية، هل أفرح بيه؟ يقول الناس تقول لك لا ما أفرحش. لا يا حبيبي أفرح بيه، مجرد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله دوت حاجة، سيبك منه، ممكن يطلع من أبي بن سلول، عبد الله بن أبي، يطلع ابنه مسلم صالح. فليه؟ أبوه أسلم. طب ظاهرا أيوه، بس عيلته أسلمت خلاص. غالبا الأب بيسلم الزوجة، الأولاد كله بيدخل في الإسلام. فأنا هو نفس الفكرة اللي الغرب عاملها دلوقتي بقى بتاعت الهجرة دي، إن أنت مش مهم أوي حسن تغريبك أم لم يحسن، إحنا عايزين ولادك وإحنا عايزين الدين ينتشر عندك. نفس الأمر هو الفكرة الإسلامية هي أعظم بقى. انا حتى لو لم يحسن اسلامك دي حاجه بينك، بس المهم ان انت قلت الشهادتين، قد تكون نجاه ليك في الاخره. تمام. طيب ان يبدل دينهم الباطل، بينما الكافر ضهي المسلم، زيه زي المسلم، يسخى عليه بكل مزيه عند المؤمن. لو كل حاجه مزايا عند المسلمين خدها الكافر، ادخل الاسلام ليه يعني؟ فتغريب دنياهم حث على توطن اخراهم. أنا عايزك مواطن في الآخرة، وطنك هو الأصل وإيه؟ هو الجنة. أنا عايزك تبقى مواطن في الآخرة يا راجل، فأنا عاملك تغريب في الدنيا عشان بدفعك إن أنت تبقى مواطن في دار الحق. والآخرة خير وأبقى. والذلة والصغار في المجتمع الفاني، إن أنا عايشك في ذلة وصغار في هذا المجتمع الفاني، ده هينتهي مهما كان. مراده الإعزاز والتمكين في المجتمع الأبدي. أنا بعمل لك كده عشان لما تسلم تكون عندك إعزاز وتمكين في المجتمع الأبدي. ومن زحزح عن النار
وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد إيه؟ فاز. يبقى هو كل الأفكار بتاعت تعمد التوطين كل ده بيدور حوالين الفكرة بتاعت أنا الدولة هدفها إيه؟ الدولة الإسلامية قائمة الهوية المركزية بتاعتها عليه، على الدين الإسلامي، وهدفها هو تعبيد البشر لله سبحانه وتعالى. تمام؟ كده معلش أنا مش هقدر يعني آخد أسئلة، ممكن نخلي أسئلة في وقت تاني عشان أنا لازم أطلع بس وبشر بعد شوية، بعد حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. جزاكم الله كل خير على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.